أهلا بكم. يذهب بعض المراقبين إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة شكلت صدمة سياسية كبيرة لإيران بفعل الخسارة المدوية للتحالف الممثل للميليشيات الموالية لها، حيث انطلقت هذه الميليشيات الخاسرة بكيل الاتهامات للكاظمي وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد جينيل بلاسخارت والولايات المتحدة والدول الخليجية بتزوير الانتخابات في سياق مؤامرة واضحة لإضعاف الحشد كما تقول. لكن القوى الوطنية العراقية وناشطي التظاهرات يعتبرون أن هذه المقاربة نوعا من الخداع والتضليل السياسي، فكل قوى العملية السياسية تدين بالولاء المطلق والتبعية لإيران وأمريكا الراعيين الرئيسيين لهذه العملية، وأن الصراع الحالي بين هذه القوى والميليشيات الخاسرة والرابحة إنما هو صراع على النفوذ والمغانم والمصالح فقط، ولا علاقة له بما يسمى الديمقراطية في العراق. مناقشة الرابحين والخاسرين في الانتخابات ومدى قربهم من إيران هو ما يعني سنتطرق له في هذه الحلقة. هل خسارة الكتل الممثلة للميليشيات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة سيضعف القوى الموالية لإيران عسكرياً لأنها فقدت ظهيرها السياسي؟ ثم أليس الفائزون والخاسرون في هذه الانتخابات والتي سبقتها يتقاسمون الولاء نفسه لإيران وأمريكا باعتبارهم شركاء في العملية السياسية؟ ألا تعد الخسارة المدوية لتحالف الميليشيات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة فرصة مؤاتية لإضعاف نفوذ إيران في العراق على الأقل سياسيا؟ ثم ألم تنتهي حقبة هيمنة الميليشيات الخاسرة في هذه الانتخابات على البرلمان وتوظيفه لسن القوانين التي تحمي هذه الميليشيات وتحمي نفوذها وفسادها؟ ثم ألا يمكن أن تكون خسارة ميليشيات إيران البوابة الرئيسة لنزع سلاحها والذي هو في حقيقته سلاح إيران وحرسها الثوري؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي هيفاء زنقنة ثامر العلواني. بعد كل انتخابات تتصارع الكتل السياسية على منصة يريد الجميع أن يقفوا فوقها ويدورون في حلقة واحدة مدارها إيراني وهندستها أمريكية، فإن اختلفت تحركات هذه الكتل فمسارها واحد مؤد إلى طهران حيث مصدر القرار. وبعد الانتخابات الحالية اشتد النزاع بين جبهة كتلة الميليشيات وتيار الصدر الذي أصبح الأقرب إلى أن يكون واجهة المنظومة الموكلة بحماية مصالح المحتلين مقابل تفويضها في ثروات البلاد وإعطائها الضوء الأخضر في الفساد والاستبداد. وبين هذين التحالفين الصدر ومن معه وتحالف الميليشيات يقف ائتلاف المالكي في صف ما يسمى قوى الإطار التنسيقي، فتصريحات أعضاء ائتلافه المتصاعدة تشي بأنه سيكون له دور في ضبط إيقاع الكتل والأحزاب وجميعها تحت مظلة واحدة تدخل الجميع في أروقة الحكم وتحفظ لهم امتيازاتهم وتجنبهم سيناريو الانهيار. سيناريو الانهيار ظهرت مؤشراته عبر الحراك التابع للميليشيات وتهديدهم باللجوء إلى العنف ورفضهم نتائج الانتخابات، وفي المقابل لا يبدو أن الصدر سيخفف من لهجة التمسك بخيار الكتلة الأكبر الذي يرسمه عبر سياسة ناعمة مع ائتلاف المالكي كما تشير تصاريح الساسة. هذه ليست المرة الأولى التي تتصارع فيها الكتل، فبعد كل انتخابات يتأخر تشكيل الحكومة وتختلف الأحزاب على المناصب السيادية، وعندما يصل إلى أفق مسدود يتدخل الطرف الإيراني وينهي المسألة، ويبقى الهاجس المخيف لهذه الأحزاب والكتل: ماذا لو انشغل النظام الإيراني في أزماته وازداد الوضع الإقليمي تعقيدا ولم يبقى من يرعى هذه العملية السياسية ويتركها لخلافاتها التي تمزقها؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في حقيقة وجود أو أن الانتخابات
الأخيرة أفرزت خندقين، خاسر موالي لإيران ورابح وكأنه بعيد عن إيران. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وستكون معنا من العاصمة تونس الكاتبة الصحفية هيفاء زنقنة عبر الهاتف، ومعنا أيضا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، هناك الآن صياغة خطاب سياسي وإعلامي يريد تصوير أو يريد إقناع الرأي العام أن الانتخابات الأخيرة قد أفرزت خندقين أو معسكرين، خاسر وهو الموالي لإيران، وأن إيران خسرت أو ضعف نفوذها في العراق، والمعسكر الرابح وكأنه بعيد عن إيران على مسافة على الأقل لا بأس بها من إيران. هل الوضع في العراق أو حقيقة المشهد خندقين متقابلين متنافرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أستاذ ماجد، وحيي ضيفتك العزيزة السيدة هيفاء زنقنة، وضيفك الدكتور ثامر العلواني. أهلا وسهلا دكتور. الحقيقة يعني على الأقل منذ ثورة تشرين عام 2019 أدركت كل قوى العملية السياسية أنها في مأزق حقيقي. يعني كانت تعتقد أن قوتها الميليشياوية، قوة سلاحها، قدراتها، تضليلها، استغلالها للدين، كل هذه استعمالها للدين كورقة طائفية، كل هذه ستكون ظهيرها في المضي في العملية السياسية إلى يعني ما شاء الله كما يعتقدون كانوا. لكن عند خروج الثوار ومن الشباب الصغار الذين كانوا يعتقدون أنهم حاضنتهم وأنهم قد تم تثقيفهم باتجاهات طائفية وكل واحد منهم قنبلة طائفية، وإذا بهذا الشباب عابر للطائفية، عابر لكل هذا الفكر، يطالب بوطن ويطالب بإسقاط العملية السياسية كلها، ويطالب بإزاحة كل مكوناتها من أحزاب وقوى وشخصيات، لأنه يعني اتهمهم كلهم فاسدين ومخربين وقتلة، ولذلك استخدموا السلاح ضدهم بهذه القسوة، استخدموا كل الميليشيات، قالوا طرف ثالث وغير طرف ثالث، وبالتالي وصلوا إلى مرحلة هذه القوى بالعملية السياسية، وصلوا إلى قناعة معينة أن العملية السياسية تلفظ أنفاسها، وأن هذا الجسد الميت يجب بث الروح فيه. كيف يبث الروح فيه؟ وجدوا إلى أنه يعني حكومة جديدة اسمها حكومة مصطفى الكاظمي، وهذا رجل مستقل مثل ما قالوا، هذه اللعبة المكشوفة، وأنه سيسعون إلى القضاء على الفساد وانتخابات مبكرة، وعلى ذكر الانتخابات المبكرة وقلناها أكثر من مرة، وثوار تشرين قالوها، نعم طالبوا بانتخابات مبكرة، لكن طالبوا بها بشروط، شروط أن ينتهي الفساد، أن يقدم القتلة إلى المحاكم، أن تنتهي العملية السياسية، أنه هذه الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية التي هي أساس خراب العراق من عام 2003 لغاية ثورة تشرين عندما انطلقت ولغاية الآن، أن يكونوا خارج هذه المعادلة، لا يدخلوا هذه العملية السياسية، وأن يحاكموا ويعرف أسباب ما الذي حصل في العراق بهذا الشكل ومن هو المسؤول. لذلك دكتور هنا يشار إلى أن الذين طالبوا بإنهاء العملية السياسية، بتقويمها، بإصلاحها، بمحاسبة القتل، إنهاء الفساد، وكأنه هو الطرف الآخر، الخندق الآخر المفارق للقوى التقليدية التي كانت أركان رئيسية في العملية السياسية من عام 2003، الحليفة أو القريبة إلى إيران وأمريكا، وكأنه هذا الخندق وهذا الخندق مقابلة الذين طالبوا بما تفضلت. واقع الحال أن العراق انقسم إلى خندقين، خندق الشعب، وثورة تشرين كانت فيصل في هذا الموضوع، الشعب في جهة وكل العملية السياسية وكل قواها في جهة أخرى، هم أرادوا أن يخلطوا الأوراق، لذلك تحدثوا عن قانون انتخابي جديد بطرق هم فصلوها، يعني القانون فصلوه على مقاساتهم لكي يعيدوا تدوير أنفسهم، تدوير هذه النفايات مرة أخرى ليحكم العراق بشكل أو بآخر، وتحدثوا عن مستقلين، وتحدثوا عن استقلال، عن إصلاح. وعموما عندما جاءت الانتخابات الكل كان يعرف أن كل القوى التي شاركت في عام 2005 في أول انتخابات هي نفسها التي شاركت في 10/10/2021، نفس القوى، نفس الأحزاب، البعض منهم غير أسماءهم، والبعض لم تكن له، بالعكس تغولت هذه بعض هذه القوى، يعني في عام 2005 لم تكن قسم منها لديها ميليشيات، صارت لديها ميليشيات،
وصارت أقوى وصارت متغولة في الفساد والخراب والدمار وصارت لها مصالح ومكاسب. فبالتالي هذه القوى التي دخلت العملية السياسية ودخلت الانتخابات، فكل هذا الإطار هو إطار مخرب، من دخل هذا الإطار فهو جزء منه، سواء يدعو بالإصلاح، ما هذه سمعناها دعوات الإصلاح منذ عام 2005 لحد الآن، ووعود وكذب، ادعاءات كاذبة وكلها تطلع كاذبة، وبالتالي العراق من سيء إلى أسوأ إلى أن وصل إلى قاع الهاوية هذه التي وصل إليها. هذه القوى كلها سواء الفازت والتي خسرت كلها تابعة إلى إيران، وكلها قوى محكومة باللاعب الإيراني الأساسي هو المتحكم بها. وهذه نقطة مهمة دكتور، إذا سمحت لي خلينا نحيلها أيضا إلى ضيفتنا من تونس ست هيفاء زنقرة. مساء الخير ست هيفاء. أهلا، مساء النور. أهلا. الحقيقة هناك من يريد أو من يتحدث أنه بعد الانتخابات الأخيرة وظهور هذه النتائج خسارة مدوية خاصة للميليشيات وميليشيا الحشد، يريد أن يقول أنه هذه الخسارة مثلت صدمة سياسية كبيرة لإيران، لأنه خسرت رأس حربتها وهي الميليشيات، ميليشيا الحشد وتحالف الفتح. فعلا إيران في صدمة سياسية كبيرة لأنه الميليشيات قد خسرت بينما الآخرون ربحوا. أنا أؤيد ما ذكر دكتور رافع. نعم. النقطة الأساسية هي في كل هذه العملية، يعني سواء كانت تمثيلية أو مسرحية أو أي شيء آخر، أنه هو تغييب الشعب، الشعب الذي انتفض والشباب الذين المنتفضين اللي دفعوا تكلفة غالية جدا، يعني ثمنها بالدماء من القتل إلى الخطف، مساهمة المرأة أيضا كانت رائعة، يعني كل شرائح الشعب ساموا بها. وعلينا أن نذكر حقيقة مهمة، أنه الشباب اللي شاركوا إذا وضعناهم مقابل الأحزاب التقليدية هم الجيل الجديد فعلا، اللي إذا كان عمره 5 سنوات في فترة عام 2003 الغزو والاحتلال، فهو صار أكبر ويطالب بحقوقه الأساسية، بوطنه، بما يطمح إليه كل شاب في أي مكان بالعالم. نعم. هذه النقطة، أنه من تجي الميليشيات والانتخابات نفسها، الانتخابات النجاح الحقيقي لها أنه أولاً المقاطعة، مقاطعة الشعب، مقاطعة الشباب المنتفضين اللي طالبوا بحقوقهم نيابة عن بقية الناس. أما المشاركين الموجودين هم نفس الوجوه، وأيضاً مثل ما ذكر دكتور رافع أو مثل ما أنت تفضلت حتى بمقدمة البرنامج، هي إعادة تدوير، ولكن إعادة التدوير نفسها أيضاً هي خطرة، لأنه كل ما استمرت بالبقاء جذورها احتمال أيضا إن لم تكن هناك مقاومة حقيقية لهذا الوجود مهما هي كانت راح يكون لها تجذر أكثر. فالفساد اللي كان يقتصر مثلا على مؤسسة أو مؤسستين أو وزير أو كله، صار أنه الحاشية بكاملها تعتمد عليها، وبدأ تسلل هذا الفساد إلى أماكن ما كان أحد يتوقع توصل لها. هل إيران مصدومة بنتائج هذا؟ أنا أعتقد أنه هاي جزء من التمثيلية، هي تعرف جيدا إيران لديها من الأكاديميين، من السياسيين، من المؤسسات اللي ثينك تانك الموجودة اللي يقدمون دراسات ويعرفون مسبقا حتى بسيناريوهات اللي موجودة، والقوى الموجودة على الأرض معظمها ليس الحاكمة ليست غريبة على إيران، القسم الأعظم منها هو تربى في إيران ونما هناك وترعرع هناك، النسغ الصاعد بداخلها هو معروف لديهم. كونها صدمة ما أعتقد، ولكن بالتأكيد أنه الخلاف الناتج حتى لو كان خلاف شكلي هو يدل على تضعضع. كيف ممكن أنه واحد أو الشعب العراقي، الشباب المنتفض، المقاومة، الحركة الوطنية، ما الذي ستفعله إزاء ذلك؟ هذا هو السؤال.
في هذه الناحية يعني. نعم، أشكرك دكتور ثامر العلواني. أولا أهلا وسهلا بك. حياكم الله الكريم. دكتور، إذا لم تكن خسارة الميليشيات الموالية لإيران، خاصة ميليشيا الحشد والممثل بتحالف الفتح، صدمة كبيرة لإيران، وأنه إيران لا تنظر إلى هذه الخسارة على أنه خسارة لرأس حربتها في العراق، رأس حربتها في هذا النفوذ وهذا التغول، إذا لماذا كل هذا الغضب من قبل الميليشيات واتهامات بالتزوير والتهديد واقتحام المنطقة الخضراء والتهديد رئيس الحكومة واعتصامات؟ وهناك الحقيقة يعني ضجة كبيرة في العراق اعتراضا على هذه الانتخابات. إذا كانت القضية ليست إيران الحقيقة لم تخسر، وإن خسرت بعض يعني ميليشياتها فالآخرون هم الرابحون وكلهم هم أصدقاء أو حلفاء إيران، لماذا كل هذه الضجة؟ ولم بداية تحية لحضرتك ولضيفيك الكريمين. أهلا وسهلا. أنا أقول أن الرابح في هذه الانتخابات هو الشعب العراقي من هذا الصراع وهذا الاتهامات، الذي الشعب العراقي استطاع أن يوصل صوته أول للعالم جميعا بأنه يرفض العملية السياسية من خلال المقاطعة الكبيرة التي وصلت في بعض التقديرات إلى أن الشعب قاطع بنسبة 85%، وهذا بحد ذاته رسالة قوية جدا للعالم وللأحزاب وميليشياتها وأمريكا وإيران وكل من يدعم العملية السياسية. هذه المقاطعة أدخلت الأحزاب والميليشيات في صراع على المناصب وكشفت فضائح كبيرة كانت هذه الجهات تتستر عليها وتمررها من خلال يعني بعض المشاركات، لكن تدني هذه النسبة أوقعتهم في إشكالية كبيرة. ورغم هذه المقاطعة الشعبية الكبيرة إلا أن الأحزاب الموالية لإيران وأمريكا مصرة على أن تمضي في طريق تدمير العراق، طريق الأعوج، لأن الراعي الرسمي كما ذكرت في تقريرك وكما ذكر ضيفيك الكريمين أكدا على ذلك، الراعي الرسمي أمريكا وإيران يريدان الاستمرار بهذا الطريق الذي دمر العراق ويستمر في تدمير العراق. ولكن نحن الآن يعني في هذا الصدد أمام جناحان، كلا الجناحين هو يدعن بالولاء لإيران، الأول متمثل بتحالف ميليشيا الفتح بزعامة هادي العامري، وتحت هذا المسمى جميع الميليشيات، حزب الله، كتائب الإمام علي، وكل المسميات الأخرى والعناوين الأخرى، مع هذا أيضا ضم كتلة دولة القانون بزعامة نور المالكي. مقابل هذا الجناح أيضا مقابله يأتي التيار الصدري وميليشيات أيضا مسلحة، سواء سرايا السلام أو جيش المهدي أو غيرها من المسميات الأخرى التي تدخل تحت هذا الجناح. كلا الجناحين يسلبان ويسرقان خيرات العراق إلى ويرميانها في سلة إيران، وكلاهما يحدد ويسعى جاهدا في تحديد أهداف إيران في المنطقة. فالتيار الصدري والجناح الميليشياوي الآخر كلاهما متفقون على نفس الهدف، ولكن الصراع بينهما هو على رئاسة الحكم فقط. ولذلك إذا جئنا إلى الأفعال على أرض الواقع سنجدها متشابهة، فجناح يسيطر على جرف الصخر وهجر أكثر من 120 ألف. طيب دكتور، في نقطة أن الصراع على رئاسة الحكومة بين جناحين رئيسيين ومهمين وحليفين لإيران، ألا تعتقد أن هذا الصراع بين هذه الأجنحة الموالية لإيران في النهاية سيضعف نفوذ إيران، سيؤثر على إيران، لأنه الرئيسيين من حلفائها في صراع، وربما طبعا هناك مخاوف من أن يتطور إلى مواجهة عسكرية؟ أولا ليس هنا إيران لا تخسر، لأن كلا الجناحين هو إيراني. نعم. سواء التيار الصدري أو سواء الجناح الآخر المتمثل بالميليشيات جميعها تحت مسمى الحشد الشعبي الذي بزعامة هادي العامري. نعم. فإيران خاسرة في هذا الموضوع، وستصل الأمور إلى تهديدات وصراعات، ولكن عندما تأتي النقطة الفاصلة ستتدخل إيران وتحسم موقف، لأن كلا الميليشيات هو حريص على أن لا يغضب إيران، حريص على أن ينفذ مشاريع إيران في المنطقة، ولذلك سوف يقدم كل جناح من هذين الجناحين كل ما يستطيع لكي يرضي إيران، وبالنتيجة سوف نرى هناك تقاسم للسلطة في آخر المطاف، في آخر الصراع،
مهما طال سواء شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك كما اعتدنا عليه، لأن إلى الآن إلى حد اليوم هو قررت مفوضية الانتخابات أنها ستعيد الفرز اليدوي في أكثر من 230 مركز أو محطة انتخابية. فإذا إيران لا تخسر، ولكن إيران سوف تضبط الإيقاع، وكل هذا الذي يجري هو عبارة عن ضحك على الذقون من أجل أن يصوروا للعالم وخصوصا العربية أن جناح التيار الصدري سيكون مصلح. وفي الحقيقة جربنا التيار الصدري ولديه مؤسسات أو وزارات منذ 2003 يسيطر عليها إلى يومنا هذا، وأثبتت سبب أنه سبب فشل كبير جدا. فالصحة والتعليم يسيطر عليها التيار الصدري. أين أوصلت العراق؟ إلى الانحدار الكامل. نعم دكتور رافع، الحقيقة هناك من هو مستبشر كثيرا أنه بعد خسارة الميليشيات، تحالف الفتح الممثل للميليشيات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، الحقيقة هو نقطة الشروع لإضعاف هذه القوى وبالتالي إضعاف النفوذ الإيراني. هذه الميليشيات فقدت ظهيرها السياسي، لا ظهير سياسي لها، وهي كانت حريصة أيضا على أن يكون لها ظهير سياسي خاصة في البرلمان، يشرع لها القوانين التي تحميها وتحمي فسادها، وتعترض أي محاولة للاقتراب منها ومن نفوذها ومصالحها. الميليشيات الآن بلا ظهير سياسي. أستاذ ماجد، يعني ربما هذا جزء من محاولة الخلط اللي يحاولون يخلطون به وتضليل. يعني من فازوا هم ميليشيات ومن خسروا هم ميليشيات. بس دكتور هناك مسافة، يعني التيار الصدري ليست مسافته من إيران كمسافة العامري والخزعلي وبقية الميليشيات. من يقول هذا؟ نعم يعني هناك من يقول طبعا، هناك من يقول، لكن واقع الحال كلهم هم أجراء لإيران. واقع الحال أن إيران ما تتحكم بهم. يعني في هذا الموضوع أريد أن أشبه تشبيهين، يعني من يحاول أن ينظر إلى هذه العملية وكأننا يعني أمام سحلية من هذه السحالي التي تقطع ذيلها فينمو لها ذيل آخر. يعني القيادة تتبدل، أنت تحدثني عن ميليشيات قد ذهبت خارج لكن ظهر ذيل آخر لميليشيات أخرى، والسحلية هي نفسها. وربما المثل الآخر أنه هذا القطار عندما وضع على السكة، هذه السكة بقضبانها اليمين واليسار إيراني وأمريكي، والعربات أيضا اشتركت أمريكا وإيران في إعدادها. الركاب هؤلاء قسم ينتمون إلى أمريكا وقسم ينتمون إلى إيران، وهذا الصراع موجود الآن. إيران وأمريكا في كل فترة من فترات، كل مرحلة من المراحل، تختار من يستطيع أن يقود هذا القطار على هذه السكة لتوصيله للمحطات المكتوبة، لأنه الغرض من الأساس كله أن تبقى العملية السياسية. في وجود العملية السياسية إضعاف للعراق، وهنا تتخادم إيران وأمريكا على هذا الهدف. إضعاف العراق هدف أمريكي وهدف إيراني. إيران تريد العراق ضعيفا لكي تتغول على حسابه، وأمريكا تريد وجاءت وعبرت الأطلسي بكل جنودها وكل عتادها وعتيده لكي تضعف العراق وتنهيه بهذه الطريقة وتمزقه بهذه الطريقة. فبالتالي القضية الأساس فيها أن تبقى العملية السياسية بفسادها بخرابها بميليشياتها. لا تهم أمريكا ولا تهم إيران هذه الفئة وتلك الفئة، هذا المذهب وهذا المذهب. المهم أن يبقى هذا القطار ماضي في سكته ويصل إلى المحطات التي تريدها إيران وتريدها أمريكا. لكن عملية توظيف العملية السياسية كورقة عند إيران وعند أمريكا الحقيقة أيضا محكومة بظروف. أمريكا الآن وإيران العلاقة بينهما الآن ليست كالعلاقة عام 2003 وعام 2010 عندما يعني دفعت علاوي وأتت بالمالك. نعم هذا صحيح. ربما هو الموضوع الأساسي هو اللي موجود، هو موضوع الملف النووي. الآن هناك ضغوطات، يستخدم العراق من قبل الأمريكان كورقة ضغط على إيران، مثل أوراق ضغط أخرى تستخدمها أمريكا، وإيران أيضا تستخدم العراق كورقة ضغط. وبالتالي هو العراق الذي يدفع الثمن، يدفع من خسار من أهله ودماءه وأمواله واستقلاله وسيادته، كل هذه يدفعها. وهذه الميليشيات أدوات أجراء لدى إيران لدى أمريكا لدى كل هذه الأطراف بهذه الطريقة. وبالتالي من يخسر هو الشعب العراقي. صح هناك يعني مثل ما نقول الآن تنافس، هناك حدة، هناك مشاكسات بين أمريكا، غايتها هو الاتفاق النووي الإيراني. إذا ما تم الاتفاق بالشكل الذي تريده أمريكا ستكون الأمور بشكل آخر، وإذا ما أغلق هذا الطريق ستكون الأمور بشكل آخر. لذلك هذه تشكيل الحكومة وهذه الأحزاب والصراعات التي نراها الآن
لا يمكن لها أن تنفجر بالطريقة التي يعبرون عنها، سنحتل المنطقة الخضراء، ما أعرف شو نسوي، هذه كلها يعني مجرد قنابل صوتية. القضية تتعلق بالوصول إلى القرار المهم بين أمريكا وإيران، عند ذلك صار المفاوضات في النووي بشكل آخر. أشكرك دكتور. أستاذ منك ومن الضيفين الآخرين ومن المشاهد الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في حقيقة وجود معسكرين في العراق بعد الانتخابات الأخيرة، معسكر خاسر وهو المحسوب على إيران، ومعسكر رابح وهو الذي بالضد من إيران. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي وهيفاء زنقنة والدكتور ثامر العلواني. ست هيفاء زنقنة، في تونس الحقيقة هناك من يتحدث أنه هذه قد تكون الانتخابات الأخيرة، وهذه الخسارة المدوية للميليشيات قد تكون فرصة مؤاتية للذين لم ينشأوا في إيران ويتربوا في إيران، للأطراف الطائفية غير الطائفية عفوا كما وصفتيها، أن هذه قوى تربت ونشأت ودعمت في إيران. هذه فرصة للأطراف الأخرى الضجرة والمتململة والمتذمرة من هذا التغول الإيراني للعمل على، يعني على الأقل البدء بعملية إزاحة متدرجة للنفوذ الإيراني باستثمار هذه اللحظة، لحظة خسارة مدوية للميليشيات في العراق. فعلا قد تكون فرصة مؤاتية وهذه قادرة على إنجاز هذا الأمر. هذه الخسارة المدوية هي في طريقها إلى الحل، كأنه لأنه الجهات الفائزة، التيار الصدري مثلا مع الميليشيات من جهة أخرى، سيتوصلون بطريقة من الطرق وبمرور الوقت إلى إيجاد صيغة أنهم للتحالف من جديد. فأن تكون خسارة كلية هي ليست خسارة كلية بالنسبة لهم. من ناحية المحاصصة هي كل ما يجري حاليا هو من الذي يأخذ مقاعد أكثر، أو من الذي يستولي على الوزارة الفلانية أو تلك، واستمرارية الفساد. المجموعة كلها فاسدة وتتقاسم الغنيمة. بالنسبة للوضع العراقي العام، هناك طبعا كونه مصدر مهم جدا للعب، كورقة لعب إيران مع أمريكا، وهذا ما تفضل الضيفين الآخرين بالحديث عنه، وخصوصا أنه الآن هناك عودة إلى المباحثات النووية. فمن هذه الناحية راح يكون صعود ونزول وتبييض وجوه بعض القوى، ومحاولة أنه خلق ضجة حتى أكبر مما يعني استهانة للعقل العراقي، أنه هذه الضجة الكبيرة اللي بيستحدثوها، لأنه بالأخير هي متساوية. الناحية الأخرى أنه إيران معتمدة على العراق وعلى الوضع الحالي اقتصاديا من أجل كسر الحصار الاقتصادي عليها، وإحنا نعرف الأموال الطائلة اللي تروح. فهي ورقة لعب، وأمريكا من بداية الاحتلال لحد الآن لا تريد أن تدخل في إشكالية أو نزاع عسكري مع إيران. هذا يعني واضح جدا، ولا يمكن يعني حتى التطرق إليه بالنسبة للإدارة الأمريكية، وخصوصا حاليا يعني انتهت هاي المسألة. فبقت أنه بالنسبة عندنا للشعب العراقي، يعني
هناك ستكون أنه فترة طويلة لحين تحديد توزيع المناصب، توزيع أيضا الوزارات، وتحديد من هو الرئيس وغير الرئيس وإلى آخره. وهناك الإشكالية بالنسبة إلى كردستان سيدخل على الخط. إضافة إلى ذلك يعني احنا نتمنى فعلا انه اشعر انه الخوف الحقيقي اذا كان هذا النزاع راح يتحول الى عنف، هل سيتحول؟ نتمنى الا يكون ذلك، لانه المناصب هي الخلاف الحقيقي بين هاي الاطراف الموجوده. ويبقى انه هل سيعود الشباب الى الساحات بديل عن الميليشيات التي نزلت بشكل كوميدي ومضحك وهزلي الآن إلى الساحات معترضة محتجة وكل للتقاسم؟ هل ستعود تستعيد الانتفاضة روحها من جديد لتفرض إيقاعها، لتفرض صوتها، لتفرض حقوقها؟ هذا كله مبني ويستند إلى الشعب نفسه، إلى الشباب، إلى المتعبين المنهكين من الفساد. وخلال الفترة القصيرة التالية سيتبين للجميع كما هو يعني تبين من المقاطعة أنه السقوط الحقيقي للعملية السياسية، السقوط الحقيقي حتى لمفهوم الديمقراطية التي حاولت ينامي مثلا تجميله وتزويقه. هذا آخر الأقنعة اللي سقط. نعم دكتور ثامر، الحقيقة هناك من يتحدث متفائلا كثيرا انه حقبة هيمنة الميليشيات يعني سياسي وبرلماني قد انتهت. انت تعرف والكل يعرف انه في برلمان 2018 هيمنة الميليشيات خاصة ميليشيا الحشد، الميليشيات الولائية على البرلمان، والحقيقة شرعت الكثير من القوانين وسنتها لإطفاء او شرعنة هذه الميليشيات، حماية نفوذها وفسادها وما ذلك. هذه الحقبة قد انتهت الآن، كأنه الميليشيات على الأقل سياسيا وقانونيا مكشوفة الظهر. هذه نتكلم عن الميليشيات الموالية لإيران بشكل فج، بشكل واضح، يعني الميليشيات التي تقول بأن مرجعيتها العقدية أو الدينية هو ولاية الفقيه. الآن هذه الحقبة قد انتهت، ليس هناك من أغلبية في البرلمان تغطي الميليشيات خاصة ميليشيا الحشد. أستاذ ماجد، أولاً لابد أن نضع ميزان محدد في هذا الإطار. لا يوجد خلاف بين الميليشيات، ما بين الميليشيات التي اعتبرتها قريبة جداً من إيران وميليشيات مقتدى الصدر. ولكن الخلاف هو في أسلوب كيف يخدمون إيران، كيف يدمرون العراق. هذه الأساليب هي تختلف. الميليشيات الولائية التي وصفت بالولائية هذه تستخدم العنف والقتل بشكل فج ووقح جدا وقبيح جدا ومغالاة كبيرة في هذا، إيغال كبير في هذا الجانب. بالمقابل ميليشيات مقتدى الصدر هي لا تقل إجراما عن هذه الميليشيات، ورأينا ماذا فعلوا في متظاهرين ثوار تشرين. كانت الميليشيات الأكثر إيلاما للمتظاهرين وقتلا وفتكا بهم هي ميليشيات إما جيش المهد، عفوا سرايا السلام، والقبعات الزرق. فالميليشيات هي جميعها تعمل في سلة إيران، وكل خيرات العراق تذهب في سلة إيران. الميليشيات المسلحة سواء بزعامة منظمة بدر أو حزب الله والعصائب، صحيح هي الأقرب إلى إيران، ولكن عن طريق أنها يعني أداة مباشرة من أدوات الحرس الثوري الإيراني. صحيح هي لديها الرغبة في السيطرة المطلقة على العراق وثروات العراق ورهن العراق للمشروع الإيراني عن طريق البرلمان وعن طريق الحكومات، ولكن هذا لا يعني أن التيار الصدري سوف يمنع هذا الأمر، لا بالعكس، هم سيسيرون في نفس المنوال. سوف يقوم التيار الصدري وهذا المقاعد التي حصدها سوف تقوم بخدمة هذه الميليشيات الأخرى، الميليشيات الولائية. ورأينا يعني للأسف أيضا أحزاب أخرى لا قيمة لها ومحسوبة على المكون السني قد أيضا ألقت نفسها بأحضان إحدى الميليشيات كي تحصل على مسمار في البرلمان، ولكن الكل يريد أن يسيطر على رئاسة الحكومة والمناصب المؤثرة في القرار من أجل خدمة إيران وتعزيز هيمنة مشروع إيران في العراق والمنطقة.
وبالنتيجة هؤلاء الذين رفضهم الشعب العراقي وأقصد جميع المشاركين في العملية السياسية سيقفون وسيتفقون في النتيجة كما ذكرت الدكتورة هيفاء، بالنتيجة سوف يتفقون على مناصب يقاسمونها فيما بينهم. ولكن لو رجعنا قليلا، هل ينسى العراقيون أن منظمة بدر التي أيضا حصدت عدة مقاعد في البرلمان هي لم تنتهي، الميليشيات لم تبتعد كثيرا عن مقاعد البرلمان، ميليشيات بدر وحقوق الآن أصبحت لديها مقعد وغيرها الميليشيات الأخرى، هذه كلها جذورها تأسست في إيران وارتباطاتها مباشرة بالحرس الثوري الإيراني، فإذا وقاتلوا ضد العراق في حرب العراق مع إيران في الثمانينيات، فإذا هذه كلها هي في سلة واحدة تخدم المصالح الإيرانية، وأنا متأكد أن التيار الصدري ومقاعده وكتلته ستخدم بالتشريعات هذه. أشكرك، هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة نسأل عليها ضيفنا دكتور رافع. دكتور رافع، يعني التيار الصدري الذي طبعا يقصد بهذا الخطاب السياسي والإعلامي على أنه المسافة من إيران ليس كمسافة الميليشيات الأخرى من إيران، الميليشيات الولائية، هل تعتقد أنه لديه الإرادة الشجاعة على أن فعلا يكون بعيد عن إيران ويقدم نفسه منقذ للعراق من إيران؟ إيران هل ستسمح له أو ما هي ردة فعل إيران إذا ما ذهب بهذا الاتجاه؟ أستاذ ماجد، يعني هذه الآخرون الذين هم بعيدون عن إيران. نعم. كما طبعا جزء من هذا هو ما يشكل هذه اللعبة التي تلعب علينا، تلعب على كل العراقيين. نعم. يريدون أن نغرق في مثل هذه الأسئلة العقيمة، في حوارات وجدل عقيم، هل هذه الميليشيا أقرب إلى إيران أم هذه الميليشيا أقرب؟ نعم. هل هذه الميليشيا أكثر إجراما أم تلك الميليشيا أكثر إجراما؟ وبالتالي نختار بين السيء والأسوأ، فنختار السيء لأنه الأسوأ هكذا. يعني عندما فشلت هذه كلها العملية الانتخابية التي أرادوا أن يقيموها، واضح للعالم كله بعد مساندة العالم كله إقليميا دوليا عربيا، كل ساندوا هذه العملية والكل شعروا بخيبة كبيرة، حجم المشاركة يعني في أعلى التصورات لا تزيد عن 15%، والبعض وياد علاوي يتحدث عن 12%، والبعض يتحدثون عن أقل من هذا 6 و7%. نعم. والحقيقة نسبة مقاطعة عالية جدا جدا في العراق قاطعوها، وبالتالي من فاز في هذه الانتخابات والشعب العراقي الذي قاطعها هم أدركوا هذه القضية، بالتالي دخلونا في هذا، يريدون أن يدخلونا في هذا النفق. أشكرك. هناك نقطة الحقيقة الآن يعني أستحضرها، يقال أنه هذه الضربة الموجعة أو هذا العقاب الشعبي الشديد لتحالف الميليشيات هو بسبب التبعية الفجة لإيران، بينما الآخرون أيضا قريبون من إيران لكن ما تلقوا هكذا عقوبة قاسية جدا لأن هناك مسافة ما، لكن العقوبة الرئيسية لهذه الميليشيات أن هذه التبعية الفجة لإيران، فلذلك ضربت صفعت هذه الصفعة الكبيرة شعبيا. ونرجع مرة أخرى أستاذ ماجد، ومن الذين شاركوا في التصويت؟ نعم، هي الأحزاب والقوى التي شاركت في العملية الانتخابية ما يسموها بالعملية الانتخابية وجماعاتهم والمقربين وهم المستفيدين. نعم. الشعب قاطعها، فبالتالي من انتخب هذه الكتلة وتلك الكتلة هي جماهيرهم، ليس شعبا. نعم. هذه جماهير تابعة لها، فبالتالي نحن هم يريدون أن نغرق في هذه القضية. نعم. وننسى القضية المهمة. نعم. اللي هي أنه أساس خراب العراق في احتلاله وفي هذه العملية السياسية التي أسست على المحاصصات الطائفية بهذه الطريقة الفجة، وفي دستور المبني على المكونات وليس مبني على المواطنة، وتقاسم هذه الثروات والمكاسب وهذه الإزاحات التي تحصل وهذه المشاكسات أو هذا الصراع ما يسمونه صراعا بين قوى العملية السياسية، وليس صراعا حقيقيا من أجل الشعب ولا من أجل قضية أهم الشعب ولا من أجل قضية أهم العراقيين، لا أبدا. من عام 2005 على الأقل، من أول انتخابات لحد الآن، يتصارعون على مساحة المكاسب لهم. هذه القوى دخلت العراق عام 2003 وهم حفاة، كلهم حفاة لا يملكون شيئا، الآن يملكون يعني ثروات هائلة، يمتلكون مطارات، يمتلكون موانئ، يمتلكون منافذ حدودية، يمتلكون شركات بالخارج، يمتلكون رؤوس أموال، مصائب كبيرة جدا، ويمتلكون العراق، يصدرون النفط ويهربون، بالتالي صارت لهم تجارة ويتاجرون بالمخدرات والدعارة وكل شيء، وبالبشر وبكل شيء يتاجرون.
ولخدمة أنفسهم ولخدمة راعيهم الأساسي سواء إيراني أمريكي، الهدف واحد. العراق بالتالي ضعيف، بالتالي أنت أمام قضية يريدون أن يلهون فيها، وننسى القضية الأساسية أن الشعب لما خرج في تشرين وخرج قبلها في عام 2011 25 شباط خرج ضد العملية السياسية، خرج ضد مخرجات هذه العملية. هذه العملية مرض سرطان أذت العراق ودمرته، لأن كل مخرجات طائفية وخراب وتفرقة وتشتيت وفساد. هم يريدون أن تستمر هذه العملية، ونغرق نحن في هذا الحديث عن الصراع، هل هذا أقرب أم هذا أقرب، هل هذا أسوأ أم هذا الأسوأ، وبالتالي نضطر أن نقبل بالسيء وليس الأسوأ، لأنه هذا أفضل. الحقيقة دكتور، هناك من يصور أنه هذه القضية قضية أنه خسارة الميليشيات الموالية لإيران الفجة والواضحة، يعني هو في إطار التقويم المتدرج أو المرحلي لعملية إصلاح سياسي في العراق. هكذا يبدأ الإصلاح، أنه بخطوات قد تكون ضعيفة خجولة، لذلك هذه البداية. أبداً، هذه الخطوات هي محاولة للمحافظة على العملية السياسية، المحافظة على مكاسبهم، محافظة هم كان لابد من هذه الخطوة للمحافظة عليها. الشعب ضد كل هذه القوى، فحاولوا اللعب عليه. لا يستطيعون أن يتركوا الشعب لكي يختار هو قوى أو يحكم هو، لأنه سيزيحهم كل هؤلاء وسيحاكمهم وسيقتلهم. هؤلاء سرقوا وقتلوا ونهبوا ودمروا الشعب وشعب الطائفية، بالتالي سيحاكمهم. هم لا يريدون للشعب، لا أمريكا تريد ذلك، ولا العالم هذا كل الذي يدعي أنه متحضر، ولا الأمم المتحدة التي تدعي أنها مع الديمقراطية وحرية الشعوب. كذبة كبيرة جدا. كل هؤلاء يقفون مع الباطل، يريدون هذه العملية السياسية التي جاءت بالهراوة الأمريكية أن تمضي في طريقها، أن يمضي هذا القطار على نفس السكة، لكن تغير الوجوه، تغير القائد، تغير المقاعد. هادي العامري يرجع إلى الوراء، نوري المالكي يتقدم، مقتدى الصدر يقود، فبالتالي نفس القوى هي التي تقود، وربما بأسماء أخرى، لكن نفس الوجوه، نفس التوجه، نفس الفساد، نفس الخراب، نفس العملية السياسية. هذه كل القضية. نعم. دكتور ثامر، أيضا المتفائلين يقولون أنه خسارة الميليشيات الموالية لإيران، ميليشيات الحشد، تحالف الفتح الممثل لها، الحقيقة سيكون هو البوابة الرئيسية أو النقطة الرئيسية للحكومة القادمة لنزع سلاح الميليشيات، الذي هو سلاح طبعا حرس الثوري، خاصة مع هذه العقوبة، أو وكأنه تفويض شعبي في الانتخابات بين قوسين للحكومة، هذه بعد هذه الانتخابات، انه اتضح انه هذه الميليشيات الحقيقه ليس لها جدار سند غطاء شعبي، وبالتالي هذا يسهل على الحكومه نزع السلاح وازاحتها من المشهد. اولا انه هذه الميليشيات التي الولائيه، خلنا نقول عنها، هذه ذكرت حضرتك أنها ظهرت أو دخلت البرلمان بقوة في 2018، و2018 شهدت تزوير كبير جدا، يعني شهد به القاسي والداني. نعم. تزوير فجوة قبيح جدا، يعني وصل مرحلة يمكن أن يطاق، ولا أو حتى حرقة الصناديق، ومعروفة مأساتها ومشاكلها الكبيرة. فدخلوا عنوة إلى البرلمان، هو لم يختار سابقا كي نقول انه الشعب الان رفضهم، الشعب العراقي من الاول هو رافضه من بدايه الامر، وهم دخلوا عنوته. اما هل يستطيع يعني التيار الصدري ان يبعد هذه الجهات ويسحب السلاح؟ طبعا لا يستطيع، لاننا سنصل بالنتيجه الى ان الحكومه تتشكل من الجميع، لان المبدا المحاصصه الطائفيه والعرقيه والحزبيه هي ستتقسم الحكومه بين هؤلاء، لأن بالنتيجة ليس هناك فائز وهناك خاسر، الجميع هم سيتقاسمون السلطة في العراق، ولا يمكن لجهة أن يعني تبعد الجهة الأخرى، لأن كلاهما لديهم ميليشيات مسيطرة، وكلاهما لديهم وزارات خاصة بهم وثروات خاصة بهم، وكلاهما هم متسلط في الحكومة، فلا يمكن لأي جهة أن تزيح الجهة الأخرى بالقوة، لأن الجميع هم متفقون على هذه القسمة، ولذلك لا فائدة من الانتخابات، وهذا ما وصل إليه الشعب العراقي، بأنه لا فائدة من كل انتخابات يدخل بها الشعب العراقي، أنه بالنتيجة هم هؤلاء سيعودون، سواء خرجوا من الباب سيعودون من الشباك، وهذا الأمر فهمه الشعب العراقي وقاطع الانتخابات بشكل كبير جدا وواسع جدا، أحرجهم جميعا
وأحرج حتى أمريكا وإيران الداعمة وحتى الدول العربية الداعمة لهذا النظام السياسي. أشكرك دكتور رافع. تعتقد أن الرأي العام في العراق يدرك هذه الحقيقة، أنه ليس في العراق أبدا خندقين اللي تفضلت به والضيوف، وأنما الجماعة هو في الجماعة هم في مركب واحد وفي خندق واحد، الخاسرون والرابحون الآن قد يتصارعون أو يتصادمون لكنهم في النهاية سيتوافقون ويشكلون حكومة واحدة وبرلمان واحد، وتمضي العملية السياسية بنفس قواعدها ويستمر الفساد؟ الرأي العام مدرك لهذه الحقيقة؟ بالتأكيد مدرك لها، ولو لم يكن مدرك لما كانت نسبة المقاطعة هذا الخطاب بهذا الشكل. هذا الخطاب لن يمرر عليه أنه أبداً. هناك فائزون بعيدون عن إيران وخاسرون أبداً قريبون. لو كان مقتنع بغير هذه القناعة لذهب إلى الانتخابات ولانتخب كل هذه القوائم التي فازت بأصوات كبيرة جداً جداً، لكانت النسبة مثل ما يدعون 40 و50 و60%. المقاطعة الآن النسبة الذين شاركوا بالانتخابات لا تزيد عن 15% في أحسن الأحوال، وإياد علاوي مثل ما قلنا يتحدث عن 12%، والبعض يتحدث عن 6 و7%. هذه النسبة تدلل على أن الشعب العراقي يعرف لماذا قراره، لماذا عقلاني، لماذا منطقي، لماذا يعني في ميزان الثقل هو وقرار ثقيل جدا جدا، وقرار تتبعه خطوات أخرى. هو يعرف هذه القوى، يعرفها جيدا، يعرف مقتدى الصدر ويعرف جماعة ويعرف كل هذه القوى، لكن هو لم يشارك، فبالتالي قاطع كل القوى. يعرف من البداية هو فرز نفسه، الشعب في جهة وهذه القوى والعملية السياسية في جهة أخرى. الشعب لديه خصومة مع كل القوى العملية السياسية ومع العملية السياسية أساسا، لذلك كان الشعار في ثورة تشرين نريد وطن، ويعرفون أن الوطن سليب ومسروق من قبل هذه القوى ومن قبل هذه العملية السياسية، وكانوا ينادون نريد إسقاط هذا النظام. لا يريدون هذه القوى ولا يريدون العملية السياسية، لا يريدون دستورها ولا يريدون قوانين انتخاباتها ولا يريدون قوانين أحزابها، لأنه كلها كذبة كبيرة وكلها مسخرة لخدمتهم لسرقة العراقيين. هذه يعرفونها، فبالتالي يعرفون هذه القوى سارقة ومقاتلة ومجرمة وميليشيات ومؤذية للعراق وليس لها علاقة بمصالح العراق والعراقيين، يعرفون جيدا، لذلك كان قرار المقاطعة بهذا الشكل. طيب دكتور، الآن هذه صفعة كبيرة في صناديق الانتخاب، ويبدو يعني الجماعة جماعة العملية السياسية الحقيقة يعني هذه الصدمة لن تزيحهم من المشهد. إذا ما مضت الأمور بنفس هذا الاتجاه، ما المتوقع؟ نعم لم شعبيا نعم هذه الأمور لم تزيحهم لكن أضعفتهم. أضعفتهم نعم، هذا الذي يجري الآن هو أضعفهم. هم كانوا يريدون الشعب العراقي أن يخرج لكي يقولوا نحن لدينا شرعية شعبية. هم شرعية الإنجاز ليس لديهم إنجاز، ويوعدون بالإنجاز وكذبة الإنجاز. هذه 18-19 سنة المواطن العراقي يسمع بالإنجازات ولا وجود للإنجازات، يعني فلا وجود للإنجازات ولا وجود لحياة رغيدة وتعليم جيد وصحة جيدة وخدمات جيدة ووطن آمن واستقلال ناجز وسيادة ناجزة. هذه كذبة كبيرة. فبالتالي هم يعني يحاولون أن يكسبوا الوقت ليس أكثر. والشعب عندما يقاطعهم، الشعب لم يقاطع قضية عاطفية وستنتهي فورا وستنتهي، لا. دكتور دقيقتين عندي، الشعب الآن وجه صفعة كبيرة، صفعة في 2018 كانت أيضا نسبة المشاركة 17%، هذه الصفعة الثانية عبارة عن 8 أو 10%. يعني في المرحلة القادمة يكتفي الشعب أنه ضرب هؤلاء في صندوق الاقتراع ويعني نام على صفحة كما يقال؟ أبدا. أم أن القضية راح تأخذ شكل آخر من الصفعات؟ 100% ستأخذ طريق آخر، لأن كنا نقول ونقولها الآن، الشعب يسبق كل هذه القوى بعقليته بتفكيره برؤيته بهمه، يسبق كل هذه القوى بخطوات كبيرة جدا جدا. لذلك هم مهما حشدوا كمية التحشيد التي حصل دوليا إقليميا عربيا محليا كبيرة جدا جدا بطريقة لم يسبقهم لها أحد يعني، لكن مع ذلك الشعب قاطعهم بطريقة كبيرة جدا. فبالتالي هذا الشعب اللي قاطعهم في عام 2018 وقاطعهم الآن لديه خطوات أخرى، خرج في تشرين وسيخرج مرة أخرى، وموجاته هذه ستكبر، وهؤلاء سيضعفون بالتأكيد وسينهارون أمام هذا الضغط. والعالم كله الآن أصبح يدرك أنهم لا قدرة لهم على الشعب، على التأثير على الشعب، لا بالقوة
ولا بالتضليل. أشكرك، شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، كان معنا في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي أيضا كان فيها كل من السيدة هيفاء زنقنة الكاتبة الصحفية العراقية، كانت معنا من العاصمة تونس. الحقيقة الاتصال انقطع معها، وكنا نتمنى أن تكمل معنا. ونشكر أيضا ضيفنا الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا من العاصمة الأردنية عمان. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.